أعزائنا عوائلكم فالي، نشكركم على جعل بداية العام الدراسي ناجحة جدا ومساعدتكم في تسهيل تواصل أطفالكم عبر الإنترنت. والآن إليكم التحديث حول إعادة فتح مدارسنا للتعلم الشخصي. أغلق الحاكم أنيوسم في شهر آذار جميع المدارس وأمرنا بتوفير التعلم عن بعد، واقترح علينا اقتراح رعاية أطفال مجانية للعاملين الأساسيين وفعلنا. في شهر حزيران أعطى محافظنا الموافقة على فتح مدارس كاليفورنيا للتعلم الشخصي وفعلنا هذا. تعاون مجلس إدارة مدارسنا ومديريتنا وفريق الإدارة والنقابة العمالية في وضع أول خطة لإعادة فتح المدارس. قمنا أيضا بتشغيل برنامج إثراء صيفي مجاني ناجح. ثم فجأة في 17 تموز أمر الحاكم بإغلاق المدارس مرة ثانية والتبني التعلم عن بعد كخيار وحيد، وهكذا فعلنا. في 3 آب أعلن محافظنا أن بإمكان المديريات أن تفتح مدارسها إذا قدموا طلب استثناء أو إذا استوفت مقاطعة سان دييغو شروط معينة لاختبارات كوفيد. وبناء على هذا قمنا بتقديم طلب استثناء لضمان أن نتمكن من فتح مدارسنا. يوضح هذا الرسم الجدول الزمني والشروط للخروج من قائمة المراقبة للولادة. كانت بياناتنا المحلية بشأن الإصابات منخفضة لدرجة أن مسؤولة الصحة في مقاطعة سان دييغو الدكتورة ووتن أعلنت يوم الاثنين أنه يمكن لجميع مدارس مقاطعة سان دييغو أن تفتح أبوابها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. في الليلة الماضية توصلنا إلى اتفاق مع المؤسسة التعليمية لكاهون فالي بشأن وضع خطة آمنة ومدروسة ومرحلية لفتح مدارسنا. مساعدة المشرف على المديرية السيدة ميشيل هايز موجودة هنا لمشاركتكم ببعض التفاصيل. مرحبا بكم عوائل كاهون فالي، إن مدرسينا متحمسون لتدريس أطفالكم والتواصل الشخصي معهم مرة أخرى. لقد تلقيت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من مدرسينا تقول نريد عودة طلابنا، أحتاج إلى عودة طلابي الآن أرجوكم. يظهر مدرسونا محبتهم وشغفهم بطلابنا يوميا، ومن الواضح أنهم يفتقدون أطفالنا. شكرا لكم على الدعم الذي قدمتموه لمعلمينا، كما نقدر كثيرا الملاحظات الجميلة والمعاملة التي قدمتموها. تركز معظم تفاصيل اتفاقياتنا مع كلا من نقابتي العمال لدينا على سلامة ورفاهية طلابنا وموظفين، فقد وضعنا عددا من البروتوكولات والإجراءات الجديدة الخاصة بمنع انتشار كوفيد-19 والحفاظ على سلامة الجميع. في الواقع نحن نمارس هذه البروتوكولات والإجراءات منذ شهور. إذا كان أطفالكم جزء من برنامج رعاية الأطفال المجانية العاملين الأساسيين أو برنامج الإثراء الصيفي، فأنتم تعلمون أن الفحوصات الصحية اليومية والتباعد الاجتماعي هما بروتوكولات جديدة لدخول الأراضي المدرسية، ومن بين العديد من الاحتياطات التي نتخذها على بناء على إرشادات وزارة الصحة لولاية كاليفورنيا. كما تعلمون أن منذ شهر نيسان قدمنا خدماتنا لما يقرب من 7000 طالب في جميع مدارسنا 27 مدرسة. شملت خدماتنا 8 أشهر من رعاية الأطفال، 6 أسابيع التعلم والإثراء في الصيف. ونحن فخورون ليس فقط لأن أطفالنا تمتع بأفضل الأوقات، ولكن بسبب عدم حصول أي إصابات. لم يكن عدد الطلاب المشاركين في البرنامج الصيفي أكثر من 30% من طلابنا، وهذا أعطى موظفينا فرصة لممارسة بروتوكولات السلامة وتعليم طلابنا إجراءات السلامة الجديدة. بعد الكثير من النقاش مع المعلمين والموظفين الذين عملوا خلال برامج الصيفية، قررنا أن الطريق الأكثر أمانا لإعادة فتح مدارسنا هو توسيع نطاق عدد الطلاب في الصفوف الدراسية إلى ما يصل إلى 50% عند البدء، وهذا سيسمح للمعلمين بتدريس وممارسة إجراءات السلامة الجديدة مع الطلاب في بيئة أكثر تحكما. أعرب طاقم الصيف عن بعض القلق بشأن قدرة الطلاب على الالتزام بجميع القواعد الجديدة وخاصة التباعد الاجتماعي. كما سيسمح هذا أيضا لجميع أولياء الأمور الذين اختاروا خيار الحضور المدرسي الشخصي الحصول على مكان مضمون في المدرسة. ميشيل هايز تدعو مساعدة المشرف على المديرية كارين منشو على التحكم. يسعدنا أن نعلن أننا سنعيد فتح مدارسنا على مراحل ابتداء من يوم 4/9 أيلول. في يوم 3 من ذلك الأسبوع، وهو اليوم التالي لعيد العمال، سيكون يوم مدرسي بدون طلاب حتى يتسنى لمعلمينا وموظفينا قضاء يوم كامل للتركيز على إعداد الصفوف الدراسية للطلاب. نحن على استعداد لعائلات لاختيار الخيار الذي يلبي احتياجاتهم الحالية.
يمكن للعوائل اختيار مواصلة التعلم عن بعد بنسبة 100% أو اختيار برنامج مختلط يومين في الأسبوع من التدريس على الأراضي المدرسية أو 3 أيام من التعلم عن بعد. من المهم أن تعرف العوائل كيف سيبدو التعلم على الأراضي المدرسية. سيرتدي الطلاب والموظفون أغطية للوجه خلال فترة وجودهم في المدرسة. سيتم اتباع التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد. ستبقى مجموعات أو صفوف الطلاب سوية ولن تختلط بدنيا مع مجموعات الطلاب الأخرى. قد يتواصل العديد من البالغين مع مجموعات الطلاب خلال اليوم الدراسي من أجل توفير الدعم التعليمي. قد تكون أوقات توصيل واستلام الطلاب متقطعة لدعم التباعد الاجتماعي. سيتم تعقيم الصفوف الدراسية يوميا. اليوم سيتم إرسال استبيان يسألكم عن اختياراتكم للتسجيل. سيكون اختيارك في الاستبيان هو تسجيل طفلك من شهر أيلول حتى عطلة الشتاء. يرجى إكمال الاستبيان في أروع وقت ممكن وقبل يوم الأربعاء 2 أيلول حتى نتمكن من البدء في التخطيط لبرامج مدارسنا. سنواصل مراقبة التوجيهات وإحضار الطلاب إلى الأراضي المدرسية بطريقة آمنة ومدروسة. نحن ندرك أنه مع هذا التسجيل سيكون العديد من العوائل بحاجة إلى الدعم بينما يشارك أطفالهم في أي جزء من التعلم عن بعد. نحن حاليا نتطلع إلى توسيع خدمات برنامج اليوم التعليمي الموسع لتوسيع نطاق الدعم التعليم عن بعد للطلاب على الأراضي المدرسية خلال الأيام أيام التدريس خارج. ستستند هذه العروض إلى الموارد التي يمكننا تأمينها باستخدام موظفي كهوم فالي الحاليين والشركاء المجتمعيين. هدفنا هو تقديم هذا الإشراف وهذا الدعم الأكبر لأكبر عدد ممكن من العائلات في كل مدرسة اعتمادا على توفر الموظفين وسعة المدرسة. تلتزم المديرية بتوفير بيئة آمنة وصحية للموظفين والطلاب للعودة إلى المدرسة. توضح المعلومات التالية بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها استعدادا لإعادة فتح المدرسة. إليكم مديرة المشتريات شارين كلاي لوصف بعض الأعمال التي تتم خلف الكواليس من خلال فرق الشراء واللوجستيات والمرافق والصيانة والعمليات. سنقوم توفير المواد التالية: تثبيت معقمات اليدين التي تعمل بدون لمس على الحائط في كل صف دراسي وسيتم إعادة تعبئتها بانتظام. توفير حواجز على مناضد الطلاب إذا كانوا سيشاركون منظمة واحدة أو يجلسون على مسافة أقل من 6 أقدام. سيكون لكل طالب مجموعته المخصصة من اللوازم المدرسية لتجنب المشاركة. تحتوي معظم الصفوف الدراسية على مغاسل مع الصابون والمناشف الورقية. كما سيتم أيضا وضع محطات غسل الأيدي المتنقلة خارج الصفوف في الهواء الطلق لتستخدمها الصفوف التي لا توجد مغاسل فيها. سوف لن تتوفر نافورات لشرب الماء. يجب على الطلاب والموظفين إحضار قناني المياه الخاصة بهم إلى المدرسة. سيتم تزوية كل طالب وموظف بقناع وجه قابل لإعادة الاستخدام أو قابل للغسل. يجب أن يصل جميع الموظفين والطلاب إلى المدرسة وهم يرتدون قناع. ستكون أقنعة الوجه التي يمكن التخلص منها متوفرة في حالة إذا لم يكن لدى الطالب أو الموظف أقنعة عند وصولهم إلى المدرسة. ستتوفر واقيات للوجه لمن لا يستطيع ارتداء القمامة لإسباب طبي. تتوفر أقنعة N95 وملابس العزل والقفازات البلاستيكية في كل مدرسة لاستخدامها من قبل طاقم الصحة في المدرسة. تتوفر قفازات بولي المستخدمة في توزيع الطعام للاستخدام من قبل معلمين وموظفي المكتب. تم تزويد كل مدرسة بعدد موازين حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون لمس لقياس درجة الحرارة وفحص العرض. كما تم تزويد كل مدرسة بمحطات معقمات يدوية قائمة بذاتها لاستخدامها عند مدخل المدرسة. يوجد في المديرية الكثير من المطهرات المعتمدة من وكالة حماية البيئة في متناول اليد. تتوفر الإمدادات الإضافية المتعلقة بكوفيد في مستودع المديرية ومستخدمة بشكل متكرر لضمان التوزيع السريع للمدارس حسب الحاجة. شكرا كارن وميشيل وشارل. في خطتنا الأصلية لإعادة الافتتاح كان لدينا 4 خيارات: 100% تعلم عن بعد، 100% تعلم في المدرسة، والنموذج الهجين، وخيار التعليم المنزلي. من المهم أن تعرفوا أن مجلس الإدارة يرغب في تقديم 5 الخيارات لكم. ذكرت ميشيل في وقت سابق أن هناك مجالات كثيرة للقلق علمنا بها من هيئة التدريس الصيفية في الغالب حول الطلاب أو الموظفين الالتزام ببروتوكولات السلام. هدفنا هو توسيع نطاق التعلم المدرسي بنسبة تصل إلى 100%،
ويوم دراسي كامل لجميع العائلات التي ترغب في ذلك لطلابها بينما ننتقل عبر هذا الوباء، بالإضافة إلى التعلم عن بعد بدوام كامل للعائلات التي ترغب في إبقاء طلابها في أطفالها في المنزل. تعتمد قدرتنا على القيام بذلك 100% على جهود جميع جهودنا لتشجيع ودعم طلابنا في ارتداء أغطية الوجه عند الحاجة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والسلامة. سيتم تقديم توقعات سلامة وعدم الالتزام بها كسياسة لمجلس الإدارة. سيتابع مديركم بمزيد من التفاصيل بهذه المعلومات، ويمكنكم الأذن الاطلاع على خطة السلام وعدد الفتح على موقع مدرستنا www.kahonevalley.net COVID-19 info. بالنيابة عن مجلس الإدارة، مرحبا بكم مرة أخرى في المدرسة.